السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. معكم خوكم فيصل، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو هذا جيت نبارطاجي معكم الطريقه اللي اتبعت باش نجمع 6000 درهم، 6000 درهم اللي تكون هي راس المال ديال هذا الشهر هذا. المهم الطريقه اللي اتبعت، اول حاجه نبارطاجي معكم هذا الواقع، هذه بحال واحد الكالندري اللي فيها 30 واحد، وغادي تبدا من 5 في الشهر وغتسالي في 5 في الشهر في شهر 11. وكما تتشوفوا الاسماء ديال هاد الناس هادو هما اللي كانوا سبب على انني نجمعت 6000 درهم. المهم استراتيجي باش دير شي حاجه خصو لابد تكون عندك الفكره اللي كانت عندي فهاد الشهر هذا، هو انني يكون عندي واحد راس المال اللي غادي يعاونني بزاف د الحوايج. غادي يوفر لي سلعة متنوعة، غادي يقلل عليا المشي بزاف للمدينة، غادي يحفزني باش انني نخدم كل نهار. المهم هادو كلهم يعني دوافع باش انني يكون هاد الشهر هذا شهر يعني شهر ديال الخدمة. بالنسبة لهاد الاستراتيجية هادي سهلة، حاولت انني نشوف 30 واحد من الدراري اللي تنعرف منهم صحابنا خوتنا العشران، ان كل واحد فيهم يعطيني 200 درهم، وهاديك 200 درهم خصني نردها له، هو تيختار النهار اللي بغا فهاد 30 يوم هادي. المهم تيختار النهار فوقاش ردها له وغادي نبدا الخدمة. اليوم اول نهار، المهم اليوم الثاني، المهم النهار الاول يعني النهار الاول حطيت 200 درهم عطيتها للسيد اللي عطاها لي. اليوم النهار الثاني نورمالمون هاد الفيديو هذا كان خصو يتصور قبل، كنت باغي نبارطاجي معكم قبل، ولكن كاينه واحد الحاجه سميتها التماطل، يعني الانسان تيبقى يتماطل وملي تيبدا يتماطل صافي تيبداو يتراكموا عليه بزاف د الحوايج. المهم هذا الفيديو هذا كان غيكون مصور احسن من هكا، وانما منين تضيع عليا الوقت غادي نصوره بهذه الطريقه هذه. المهم هادو كما قلت لكم استراتيجي سهله، تشوف 30 واحد ولا المهم تشوف على حسب شحال بغيتي ديال راس المال. انا شفت 30 واحد. علاش 30 واحد؟ يعني درت على طريقه ديال الشهر، وحاولت انني نبداها في 5 في الشهر، لقاش 5 في الشهر تقريبا تيكونوا بزاف ديال الناس تخلصوا، بزاف ديال الناس دازوا لهم يعني تكون هذيك الفتره فيها يعني كاينه الفلوس عند عباد الله. اما الفكره كانت هاد الكالندريه دارت تقريبا شي يمكن شي 28 راه هي مطراسيه، وانما ما يمكنلكش تنفذها حتى يعني تعيط لشي واحد تقول له عطيني 200 درهم وهذيك الوقيته اصلا هو الاخر ديال الشهر، غتكون ردات الفعل ديالو كما تيقول هو اصلا تيتسنى فوقاش يسالي الشهر وتزيد تقول له عطيني ما جاتش. ماشي هي تتكون عنده الفلوس موجوده يقول لك هاك ماشي مشكل، وبالنسبه لي تيقول انا بحال اللي حاطها في الدار ولا حاطها في البنكه، يعني غدوز واحد المده غادي تجيبها له. غادي ندير واحد الفيديو اخر، وهذا الفيديو اللي غندير هو كيفاش مداو فيا الخير، كيفاش انا ندير واحد الخير اللي يكون بالاسم ديالو. المهم هاد الفكره هادي غادي تبدا في فيديو واحد اخر، ونتمنى من الله انني كما تيقولوا ما نتماطلش ونصور الفيديو في الوقت ديالو وياخد حقه في التصوير وفي المونتاج. كما قلت لكم هاد الاستراتيجيه هادي يعني فيها بزاف ديال الحوايج اللي مزيانه، غير حتى هي عندها واحد الجانب سلبي، يعني كما تيقولوا كاين الافات في الدنيا، يعني الانسان هذيك الفلوس اللي تعطات لك تقد انها تسرق، تقد ان هذيك السلعه اللي شريتي ما عرفتش عليك فيها العافيه ولا يطال اللي طرا. يعني كاين الانسان ما غاديش كما تيقول هاد الجهه ديال الجهه السلبيه ما خصو حتى هي يفكر فيها، كي تيفكر في الجهه الايجابيه فكر في الجهه السلبيه. بالنسبه للجهه السلبيه يعني تيكون عندك شي عيبات اللي المهم طبا، يعني كاينه شي فلوس واخا ماشي ليكيد ماشي فلوس، وانما كاينه بواحد الطريقه واحده اخرى اللي ساويه الفلوس، يعني فهاديك الساعه يمكن لك تلتجئ ليها تبيعها ولا شي حاجه وترد للناس فلوسهم. وثاني حاجه اللي تنصي اي واحد، يعني اي واحد دار فيك واحد الخير ولا يعني درتي انت ويا واحد النوع ديال التجاره ولا درتي انت ويا واحد يعني واحد الوعد على انك غدير شي حاجه، حاول انك دير. المهم هذاك السيد تبين له انك تدير اللي في جهدك باش ان هذاك الشيء اللي الوعد اللي درتي معاه انك تنفذه، يعني واخا ملي تيطرا المشاكل ديال مثلا تسرق لك السلعه ولا اللي طرا
بالنسبة ليه هو تيكون مرتاح. علاش؟ لأنه تيشوف فيك أنك درتي اللي في جهدك باش أنك تطلو رزقه، ماشي مشات لك السلعة تقول وا كما تيقولوا تقول وا صافي شنو ندير له أنا، شنو غادي ندير له، والسلعة اتسرقت. هذه ما ماشي جواب، ما والو. المهم كما مجيب في هذا الفيديو هذا بارطاجي معكم هذا المذك هذا الاجنده هذه المذكره هذا الكالندري. وهي دابا المهم اول حاجه ندير اوكي على ديكستي. المهم النهار الاول حنا تجاوزناه، بقات لنا بقات 31 يوم. يعني هاد 31 يوم خصني ندير اللي في جهدي باش انني نزيد نكسب الثقه ديال هاد الناس هادو. ومن هاد الفيديو هذا تنشكرهم وتن الله يرحم لكم الوالدين على هاد حسن الظن، وفيها بزاف ديال الحوايج. بالنسبه لي هادشي اللي هاد الناس داو فيا راه شي حاجه كبيره، لانك تتعامل معاهم اصعب حاجه هي الفلوس. يقد الانسان يعاونك بالمجهود، يقد يعاونك بشي حاجه، ولكن الفلوس راه التعامل ديالها بوحدو، وهي هي اللي كما تقول هي تتكون السبب ديال النزاعات، لا العائليه لا بين الصحاب لا ما بين تلقى ما بين شي جوج على بين ما بين الشوكه ما بين بزاف ديال الناس. المهم في هذا الفيديو هذا جيت نبارطاجي معكم هاد الاستراتيجي هذه، وحاجه اللي نبغيكم هما تدعوا معايا بالتوفيق، لان راه صعيب انك تبارطاجي هادشي، راه ما ساهلش، لحقاش راك تكون تدخل في واحد الضغوطات، وهاديك الضغوطات راه صعيبه. المهم ما يحس بالضغط ديال انك داخل في واحد البروجي غير اللي تيتحمل المسؤوليه. المهم شكرا للمشاهده، واتمنى والله انكم تدعمونا بشي لايك ولا شي كومونتير، وبارطاجي هذا الفيديو مع الدراري صحابك. يلا شكرا، بسلامه.